اصلا جاي النهارده نبدا فيديو جديد. لو انتوا اول تفرجوا علينا انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا عايزين يلا كل جديد هننزله بعد كل مقدمه في كل بعد كل فيديو في اول فيديو يعني بعد مقدمه هنصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. دلوقتي يلا وعايز الناس تشترك في القناه كتير، يلا كتروا الاشتراكات يلا عشان نحقق الحملة اللي احنا عاملينها وصلنا مروان لمية مشترك. يلا والناس اللي اشتركت لسه مشتركة جديدة اول امبارح تكتب اسمها في الكومنتات ويقول مين اللي دخلها يشترك. تمام يلا نخليه في المهم. دلوقتي احنا هعلمكم ازاي تلعبوا لعبة كلاش رويال. هنفتحها هندوس اكس هي فتحت هنوطي الصوت. بص احنا كده هنلعب دلوقتي. بصوا احنا الفريق الازرق ده وهما الفريق الاحمر. بص حتى لو خسرنا عادي، بص يعني احنا لازم ننزل ده كده، ده يحارب ده، يعني دول يحاربوا دول. هو عبارة عن في حاجة صغيرة الاقصى يعني تحت بنعمل كده هيحاربوا بعض. المفروض احنا بقى نخلي الجيش اللي بتاعنا ده اللي تحت ده اللي انت تقدر تختاره يوصل لهناك لغاية الجيش الاحمر ده ويهد البيوت. فهمتوا؟ يعني ده مثلا هيجي كده وانا حطيت له ده وانتم مع الاستمرار هتعرفوا. بص والنار دي بتعمل ايه، بحطها كده اهو، ركزوا كويس، بترسع عليها نار خلاص. وبرضك بحب احط السهم ده، شوف السهم هيعمل ايه. وبحب احط الولد ده الراجل الكبير ده واحط معاه ده. يلا بص بقى هنروح لازم نخلي اقوى ناس تنزل وحسب الخطة اللي انت بتعملها بقى. بص هنا الاتنين وام ايه جايب عمل لها ده كده كده خلاص بدأ يخسر وبس لغاية لما الجيم يخلص بقى كده خلاص كسبنا. انا اللي كسبت خلاص. بعد كده في صندوق خشبي هعرفكم ده بيعمل ايه. بعد ما بنخلص الجولة هتلاقي تحت في اربع اماكن تحت مكتوب فيه موضوع صندوق موضوع صندوق موضوع صندوق. بعد كده هيجي في مكان اللي في الصندوق ده هندوس عليه، محتاج 5 ثواني عشان يتفتح. لو انت عايز يتفتح بسرعة دلوقتي حالا تدوس على الجوهرة، بس هو 5 ثواني حابة ظهرلي. بعد كده هندوس في تحت الناس اللي هتقول لي ايه اللي تحت ده. في هناك الثروه دي المتجر ده هو لسه عشان يعني لسه بلعب فيها كده. فهندوس على الكارت كروت دي. كروت دي بقى ايه يعني ده مثلا عايز اعرف معلومه عنه كذا، اقول ده بينزل فين وبيعمل ايه وده قوته ايه. وبعدين بقى هقول لكم الصندوق ده لما يتفتح يعني كل ده. نفتح الصندوق هندوس عليه هيقول فتح، ندوس عليه هنفتح كده هنلاقي ده انت 18 جنيه. بعد كده قولي ده، بعد كده ده قوهولي وده جديد اهو. بصوا بقى بصوا بقى ده اللي عليه الاخضر ده عشان الاقيه ويكون قوي ادوس عليه ترقيه، ادوس ترقيه تاني خلاص كده بقى قوي زاد. وبعد كده الحاجات دي هبدا افهمها لكم بعد ما تلعبوا فتره. الكارت ده جديد، ده الكارت ده جديد وعارف عايز اعرف معلومه عنه كله بقى كده.
وانت كل ما كل ما تلعب كل ما يجيلك صناديق، والصناديق برضو دي بيجيلك منها حاجات جديدة، يعني ايه بيديك فلوس ويقوي حاجتين وايه ويعمل حاجات ويديك حاجة جديدة. دلوقتي احنا في اول قرية هنبدأ بقى وهكذا. وفي بقى ايه، في صناديق هتديك جواهر وفي صناديق هتديك فلوس. يعني دلوقتي معايا 100 جوهرة ومعايا 121 كده. وعشان الجولة دي تخلص، يعني دي تخلص، لازم يكون معاك 20 نجمة. انا معايا 12، تمام. ممكن بقى تقعد تسجل وكده، وممكن تسجل نفسك وانت بتلعب عشان تشوف كده اخطائك ايه اللي انت بتلعبها غلط، وبعد كده تشوف، فهمت؟ بس وان شاء الله كده نكون وصلنا نهاية الفيديو النهاردة. يلا اوعوا تنسوا الاشتراك في القناة وفعل زر الجرس. ان شاء الله يكون مساكم حلو. يلا سلام.